المحاضرة الثامنة بعنوان جرد النقدية. طبعا هذه محاضرة من سلسلة محاضرات المحاسبة 2، أو ما بعد المحاسبة 2 اللي هو جرد النقدية. بالنسبة لجرد النقدية في الصندوق، طبعا عندي نوعين من جرد النقدية: جرد النقدية في الصندوق وجرد النقدية في المصرف. يتم جرد النقدية في الصندوق في نهاية كل فترة محاسبية، وذلك تمهيدا لتحديد الرصيد الذي سيظهر في الميزانية العمومية، ويطلق عادة على هذا النوع من الجرد الجرد الدوري. ولكن إدارة المشروع قد تلجأ أحيانا وفي ظروف استثنائية لأسلوب آخر، هو أسلوب الجرد المفاجئ، والذي يتم بدون إشعار مسبق، بغرض الضبط والرقابة الداخلية الهادفة إلى المحافظة على النقدية واختيار وسائل لحمايتها. كيف يعني؟ هناي مرات يتم جرد مفاجئ على الصندوق، يجرد المالية اللي فيه بغرض شنو؟ إحكام الضبط والرقابة، تجنب لأي اختلاس وأي سرقة في الأموال. ويقوم بعملية الجرد الدوري والمفاجئ عادة لجنة تشكل لهذا الغرض، اللي هي بما يسمى بلجنة الجرد لهذا الغرض من قبل إدارة المشروع، وبحضور مدقق حسابات. وتتولى هذه اللجنة حصر النقدية المتوفرة فعلا، يعني النقدية الموجودة فعلا في الصندوق، سواء كانت بصورة أوراق نقدية أو قطع معدنية أو في صورة شيكات ولم يتم إرسالها البنك. يعني مرات تكون في شكل عملة معدنية يعني، ومرات تكون في شكل قطع نقدية يعني، ومرات تكون في شكل أوراق يعني أوراق نقود، ومرات تكون شنو في شكل شيكات لصالح المشروع لم ترسل للإيداع في المصرف. ويتم تحديد الرصيد الفعلي النقدية ومقارنته برصيد الدفتر. يعني هنا بتكون في عملية مطابقة بين الرصيد الفعلي الموجود فعلا ورصيد الدفتري. وفي هذه الحالة يوجد 3 احتمالات لهذه المقارنة. عندي أول حاجة أن يتساوى الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري، وهنا لا نحتاج إجراء أي تسوية. ليش؟ لأن الرقم هنا بيكون متطابق، فلا نحتاج لإجراء المقارنة أو التسوية. أن يكون الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفتري. مرات الرصيد الفعلي اللي موجود عندي في الخزينة أقل من الرصيد اللي مسجله في الدفاتر، ويطلق عليها شنو الحالة جي؟ طبعا أكيد بتكون حالة عجز، لأن أنت اللي عندك كاتبة في الورق أكثر من اللي موجود متحصل عليه فعلا، يعني أنت هنا عندك عجز. 3، أن يكون الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري. يعني الرصيد الفعلي اللي في الصندوق أو في الخزينة عندك لما عدوه وشافوه لقوه أكثر من الرصيد اللي مسجل أنت في الدفاتر متاعك، ويطلق عليه حالة شنو؟ الزيادة. المعالجة المحاسبية للعجز بالصندوق. عند وجود عجز بالصندوق يتم تسجيل أو تسجيله في الدفاتر وفقا لما يلي. عندي رقم 1، في حالة أن يكون أمين الصندوق موظفا والعجز من مسؤولياته، أي أن العجز غير طبيعي. يعني هناي مرات يكون أمين الصندوق موظفا، هو الأمين على الصندوق والعجز من مسؤولياته، يعني هو اللي بيتحمل مسؤولية العجز، أي أن العجز غير طبيعي. يعني في هذه الحالة يتم تحميل أمين الصندوق قيمة العجز، يعني هو اللي بيتحملها قيمة العجز، وبيكون القيد التالي اللي هو من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق. هذا بالنسبة للقيد الأول. عندي سداد، وعند سداد المبلغ لما يسدد مبلغ العجز أمين الصندوق حيقوم بإجراء القيد الثاني اللي هو من حساب الصندوق إلى حساب أمين الصندوق. أمين الصندوق خناي شجل أو خلص الدين اللي عليه أو خلص العجز اللي عليه، نقص قيمته وقيمة الصندوق أو قيمة الخزينة زادت بالفلوس اللي هو خلصها. وإذا تم تسديد المبلغ بخصمه من المرتب الشهري لأمين الصندوق، يكون القيد التالي من حساب المرتب أو الراتب إلى مذكورين اللي هو أمين الصندوق والصندوق.
ب إذا كان صاحب المشروع هو نفسه أمين الصندوق، يعني يكون صاحب المشروع هو نفسه المسؤول عن النقدية وعن الخزينة. في هذه الحالة يعتبر العجز مسحوبات شخصية، يعني كأنه هو سحبهن لشخصه، لأنه هو باعتبار هو يقدر يسحب لأنه هو هناي صاحب المشروع، يعني مش موظف يشتغل، هنا صاحب المشروع نفسه. فيكون العجز مسحوب شخصي، بكون القيد التالي اللي هو من حساب المسحوبات الشخصية إلى حساب الصندوق. به هناي الرقم جيم اللي هو إذا كان أمين الصندوق موظفا ولم يكن العجز من ضمن مسؤولياته. إذا كان أمين الصندوق موظفا ولم يكن العجز من ضمن مسؤولياته، اللي هو كان العجز طبيعي. في هذه الحالة يعتبر خسارة للمشروع، حيث يتم تحميل حساب الأرباح والخسائر قيمة العجز، ولا يدفع أمين الصندوق أي مبلغ، وتسجل بالقيد التالي اللي هو من حساب عجز بالصندوق إلى حساب الصندوق. يعني هنا بيتم تحميله على حساب الأرباح والخسائر، ولا يتحمله أمين الصندوق. هنا رقم 2 يتم قفل عجز الصندوق في حسابات الأرباح والخسائر من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب عجز في الصندوق. رقم 3 إذا كانت سياسة المشروع تتبع نظام التأمين ضد الخيانة الأمانة، وكانت العجز من مسؤوليات أمين الصندوق، في هذه الحالة يتم تحميل العجز على شركة التأمين. طبعا هنا مرات هي مأمنة على الصندوق، هداي بيقولوا لها عجز تأمين ضد الخيانة، فهنا شركة التأمين هي اللي بتغطي قيمة العجز، وهي اللي تقوم بتخليص المبلغ. عندي النقطة اللي بعدها اللي هو إثبات العجز بالصندوق. في حال في من حساب العجز بالصندوق إلى حساب الصندوق، طبعا هذا في حال إثبات العجز، ولما بتقوم شركة التأمين بتخليص قيمة العجز حيكون القيد التالي اللي هو من حساب شركة التأمين إلى حساب عجز بالصندوق. ثلاثة عند قيام شركة التأمين بسداد المبلغ. طبعا القيد اللي قبله اللي هو تحميل العجز على شركة التأمين، لكن لما بتقوم شركة التأمين فعلا بتسديد قيمة العجز، هنا بينشأ القيد التالي اللي هو من حساب الصندوق إلى حساب شركة التأمين. يعني هنا حساب الصندوق زاد، وشركة التأمين هي اللي دفعت، قعدت في الجانب شنو الدائن. أما إذا لم يعرف سبب العجز، يتم في هذه الحالة فتح حساب معلق، وهذا الحساب بسيط ومؤقت ويلغى عند اكتشاف العجز، ويسجل بالقيد التالي من حساب المعلق إلى حساب الصندوق. وإذا لم يتم اكتشاف الخطأ يتم إقفاله بعد فترة قصيرة من الزمن، لأن الإجراءات المحاسبية لا تسمح بظهور الحساب المعلق ضمن بنود الميزانية العمومية. بهناي مثال واحد اللي هو في 31/12/2005 أظهرت دفاتر محلات الهدى رصيد حساب الصندوق بمبلغ 1300 دينار، وعند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي للصندوق يبلغ 1250 دينار. المطلوب تسجيل قيود التسوية الجردية وإقفالها في الحالات التالية. عندي أول حالة أن العجز من مسؤولية أمين الصندوق علما بأن راتبه الشهري يبلغ 600 دينار يدفع له نقدا. 2 اعتبار العجز طبيعي وخسارة على محلات الهدى. هناي اعتبار العجز شبه طبيعي وتحميل المبلغ مناصفة بين المشروع وأمين الصندوق. عندي الحالة الأولى اللي هو تحميل أمين الصندوق بقيمة العجز. طبعا قيمة العجز اللي هو الفرق بين الرصيد الفعلي والرصيد الدفتري، طلع الرصيد الدفتري هو 1300 والرصيد الفعلي 1250، إذا قيمة العجز هو 50 دينار. 50 دينار هنا بيتحملهن أمين الصندوق من حساب أمين الصندوق إلى حساب النقدية أو حساب الصندوق. هنا إثبات خصم قيمة العجز من راتب أمين الصندوق اللي هو رقم ب اللي هو 600 من حساب المرتب أمين الصندوق إلى مذكورين. عندي 50 دينار أمين الصندوق بقيمة العجز، و550 دينار
اللي هو باقي الراتب أو باقي المرتب، لأن المرتب هنا كان 600 دينار. النقطة اللي بعدها اللي هو إثبات العجز في قيمة الصندوق، 50 من حساب العجز بالصندوق، 50 إلى حساب الصندوق. طبعا هنا إثبات العجز في قيمة الصندوق وتحميله على حساب الأرباح والخسائر باعتبار أن أمين الصندوق ما يتحملش قيمة العجز. لما تدبوه في أرباح وخسائر، من 50 من حساب أرباح وخسائر إلى حساب عجز الصندوق. 3 إثبات العجز منصفة بين المشروع وأمين الصندوق. يعني هنا لما بتقول منصفة، هو قيمة العجز كانت 50 دينار، حياخدوا 25 25، يعني بالنص. إثبات العجز اللي هو من مذكورين 25 حساب أمين الصندوق، 25 حساب العجز الصندوق إلى حساب الصندوق اللي هي 50 دينار. بإقفال عجز الصندوق في حساب الأرباح والخسائر باعتباره خسارة على المشروع. عندي 25 من حساب أرباح وخسائر، 25 إلى حساب عجز بالصندوق. إثبات تحميل أمين الصندوق بقيمة أو بقيمة من العجز اللي هو 600 من حساب المرتبات، لأن هي قسمت من الراتب إلى مذكورين، اللي هو 25 أمين الصندوق و 575 إلى حساب الصندوق اللي هي باقي المرتب. المعالجة المحاسبية للزيادة في الصندوق. طبعا هنا زي ما تنشأ عملية عجز، مرات تنشأ عملية زيادة في الصندوق، اللي هو أن القيمة الفعلية تفوق القيمة الدفترية. المعالجة المحاسبية للزيادة في الصندوق، هنا في حال وجود زيادة في الصندوق عن الرصيد الدفتري فيتم معالجتها محاسبيا كما يلي: ألف، إذا اعتبرت الزيادة إيرادا للمشروع. إذا اعتبرت الزيادة إيرادا للمشروع، هنا يتم إثبات الزيادة في الصندوق كما يلي، اللي هو من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق. طبعا هنا في إيرادات اللي هو تجي في الجانب الدائم، هي تتمثل في الزيادة في الصندوق، وحساب الصندوق يرتفع لأن المشروع قام بقبض أموال. 2، يقفل حساب الزيادة في الصندوق اللي هو في حساب أرباح وخسائر في نهاية السنة المالية، اللي هو من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر. طبعا هنا بيقفل بعكس طبيعته، هنا الزيادة في الصندوق طبيعته داينة، بيقفل في الجانب المدين. ب، إذا لم يعرف سبب الزيادة في الصندوق، يتم فتح حساب معلق بمقدار الزيادة كما يلي، اللي هو من حساب الصندوق إلى حساب الحساب المعلق. ج، يتم إقفال حساب معلق في حساب أرباح وخسائر ضمن البند الاستثنائي كما يلي، اللي هو من حساب المعلق إلى حساب الأرباح والخسائر. مثال 2، في 31/12/2006 أظهرت دفاتر محلات الأمين رصيد حساب الصندوق بمبلغ 1200 دينار، وعند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي للصندوق مبلغ 1270 دينار. المطلوب تسجيل قيود التسوية والإقفال إذا اعتبرت الزيادة إيراد لمحلات الأمين. الحل: إثبات الزيادة في الصندوق لاعتبارها إيرادات للمحلات، اللي هو 70 من حساب الصندوق، 70 إلى حساب الزيادة في الصندوق. إقفال الزيادة في الصندوق في حساب أرباح وخسائر، 70 من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر. 2، في حالة عدم معرفة السبب، يتم فتح حساب معلق بمقدار الزيادة في الصندوق كالتالي. طبعا هنا بالنسبة للعملية الأولى اللي هو أثبتنا الزيادة في الصندوق، طبعا الزيادة في الصندوق هنا كانت 70 دينار، اللي هو قيمة الفرق بين 1200 و 1270، اللي هو سجلناها في حساب الزيادة في الصندوق، فكانت من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق. أما في الإقفال، طبعا درنا اللي هو حساب أو قفلنا في حساب الأرباح والخسائر، اللي هو 70 من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر.
في حالة عدم معرفة السبب يتم فتح حساب معلق بمقدار الزيادة في الصندوق كالتالي، اللي هو 70 من حساب الصندوق 70 إلى حساب أو إلى الحساب المعلق اللي هو بقيمة 70 دينار. إقفال حساب المعلق اللي هو في حساب الأرباح والخسائر، هنا 70 من حساب المعلق إلى حساب الأرباح والخسائر. ليش درناه؟ لأن ما عرفناه السبب أو عدم معرفة سبب في الزيادة، ليش زاد في الصندوق هنا. هناي بتاريخ 30/6/2009 ظهر رصيد الصندوق الدفتري لمحلات الأمانة التجارية بمبلغ 3800 دينار، وعند الجرد الفعلي للصندوق تبين وفقا لمحضر الجرد أن القيمة الموجودة فعلا بمبلغ 4100 دينار. فإذا علمت أن هناك فاتورة مبيعات قيمتها 1000 دينار لم تسجل بعد، 2 هناك فاتورة مصاريف ضيافة صرفت نقدا بقيمة 200 دينار ولم تسجل، أن سياسة الشركة في حالة وجود عجز في الصندوق يتحمل المشروع 30 دينار والباقي يتحمله أمين الصندوق، وقد تم خصم مبلغ العجز بتاريخ 31/7/2009 من راتب أمين الصندوق بمبلغ 600 دينار وصرف الباقي نقدا. المطلوب إجراء قيود التسوية اللازمة لتسوية حساب الصندوق. عندي أول حاجة اللي هو العجز أو الصندوق، العجز والزيادة في الصندوق. بالنسبة للقيد الأول يوضح اللي هو الفاتورة المبيعات التي لم تسجل بقيمة 1000 دينار، اللي هو 1000 دينار من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات نتيجة لوجود فاتورة مبيعات لم تسجل بعد، اللي هو 1000 دينار بقيمتها 1000 دينار، 1000 دينار من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات. عندي رقم 2 اللي هو الفرق بين المبلغ الموجود فعلا والمبلغ الدفتري ومبلغ الموجود في الصندوق، اللي هو الفرق بينات اللي هي 200 دينار نتيجة لطرح اللي هو 4100 ناقص 3800 اللي هو 200 دينار من حساب اللي هي الصندوق إلى حساب أو من حساب مصاريف الضيافة إلى حساب الصندوق. هنا عندي الرقم 3 اللي هو العجز اللي هو 4600 دينار ناقص 4100 دينار اللي هي طبعا 500 دينار، 500 دينار اللي هي ظهرت عجز لدى أمين الصندوق حيتحمل اللي هو المصرف اللي هي 30 دينار والباقي تحمل على أمين الصندوق. يعني هنا بنطلعه أو بنديره القيد التالي اللي هو بيوضح تحميل قيمة العجز على أمين الصندوق و30 دينار على المشروع. هنا القيد يكون من مذكورين اللي هو حساب أمين الصندوق باعتبار أن العجز كان 500 دينار حنديره أمين الصندوق اللي هو تحمل العجز بقيمة 470، 470 اللي هو أمين الصندوق، والعجز في الصندوق اللي هو تحملات الشركة اللي هي 30 دينار حساب العجز صندوق 30 دينار إلى حساب الصندوق اللي هو قديش 500 دينار. هناي طبعا اللي هو المرتب أو راتب أمين الصندوق اللي هو 60 دينار أو 600 دينار، طبعا 600 دينار هذه اللي هي من حساب اللي هو المرتبات اللي هو مرتبات أمين الصندوق إلى مذكورين 470 اللي هو أمين الصندوق العجز اللي تحمله واللي فاضل في بعد المرتب بعد تحميل العجز اللي هو 130 دينار إلى حساب الصندوق. هناي عندي المثال اللي بعده اللي هو بتاريخ 31/12
2007 كان الرصيد الدفتري للصندوق لشركة البركة بمبلغ 1820 دينار، في حين كان الرصيد الفعلي اللي هو 1520 دينار. ونتيجة البحث عن الاختلاف بين الرصيدين الرصيد تبين ما يلي، اللي هو هناك فاتورة مشتريات نقدية بمبلغ 150 دينار تم اللي هو إثباتها أو لم يتم إثباتها في الدفاتر. تبين أن التاجر قام بدفع 100 دينار من حسابه نقدا، إلا أن المحاسب لم يسجل القيد بالدفاتر. تبين أن الشركة قامت بدفع فاتورة أو فاتورة تليفون بمبلغ 50 دينار نقدا، ولم يقم المحاسب بتسجيلها. رقم 4، فإذا علمت أن سياسة الشركة تتحمل مبلغ 30 دينار في حالة وجود عجز والباقي يتحمله أمين الصندوق، علما أن راتبه الشهري 500 دينار، المطلوب إثبات العمليات السابقة وتسجيل القيود اللازمة وقيود الإقفال. عندي هنا اللي هو أول حاجة طبعا بالنسبة الفاتورة اللي هي لم تسجل بعد، اللي هو قيمتها قديش 150 دينار. إذا بنديروا قيد هنا اللي هو 150 دينار من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق. عندي بالنسبة لي القيد الثاني اللي هو إثبات التاجر المبلغ الذي قام بدفعه من حسابه نقدا، اللي هو من حساب الصندوق إلى حساب أحمد 100 دينار دفعها، هذه طبعا للصندوق. عندي بالنسبة لي اللي بعده اللي هو شنو، دفع فاتورة التليفون اللي هو بمبلغ 50 دينار نقدا، طبعا قامت الشركة بدفعها اللي هو 50 دينار من حساب مصروف الهاتف إلى حساب الصندوق. هنا حساب الصندوق شنو فيه؟ فيه 1820 دينار طبعا رصيد، طبعا هنا يدفع له 100 دينار أحمد إلى حساب أحمد. عندي في الصندوق هنا اللي هو على الجانب الداين 150 دينار من حساب المشتريات، وعندي مصروفات هاتف اللي هو بقيمة 50 دينار، إذا الرصيد المدين اللي هو 1720 دينار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عندنا هنا المحاضرة الثامنة اللي هو جرد النقدية أو جرد النقدية في الصندوق. طبعا جرد النقدية في الصندوق يتم في نهاية كل فترة محاسبية، وذلك يعني لتحديد الرصيد الذي سيظهر في الميزانية العمومية. الطريقة هذه يطلق عليها عادة الجرد الدوري، ولكن إدارة المشروع قد تلجأ أحيانا في ظروف استثنائية لأسلوب آخر وهو الجرد المفاجئ، يعني تجي بشكل مفاجئ تجرد مرات، والذي يتم عادة بدون إشعار مسبق لأمين الصندوق بغرض الضبط والرقابة الداخلية، منع الاختلاسات والسرقات وكذا. يقوم بعملية الجرد الدوري المفاجئ عادة اللجنة تشكل لهذا الغرض من قبل مثلا إدارة المشروع بحضور مدقق الحسابات، وتولي هذه اللجنة حصر النقدية المتوفرة فعلا في الصندوق سواء كانت بصورة أوراق نقدية أو قطع معدنية أو في صورة شيكات لم يتم إرسالها البنك للتحصيل، ويتم تحديد الرصيد الفعلي للنقدية ومقارنتهم بالرصيد الدفتري. يعني هنا عندي رصيد فعلي يعني موجود فعلا في خزينة أو في الصندوق، وعندي رصيد دفتري موجود شنو، مسجل على الدفاتر. طبعا في الحالة هذه يوجد ثلاث احتمالات لهذه المقارنة. أول حاجة، في احتمال أن يتساوى الرصيد الفعلي والرصيد الدفتري، وهنا لا نحتاج لإجراء شنو أي تسوية. في احتمال ثاني أن يكون الرصيد الفعلي أقل من شنو، من الرصيد الدفتري، ويطلق على هذه الحالة الزيادة في شنو، في الصندوق.
ومرات يكون الرصيد الفعلي أقل من رصيد الدفتر، وتطلق هذه الحالة اللي هو شنو؟ عجز في الصندوق. المعالج المحاسبي للعجز في الصندوق، عند وجود عجز بالصندوق يتم تسجيله في الدفاتر وفقا لما يلي: في حالة أن يكون أمين الصندوق موظفا والعجز من مسؤوليته، أي أن العجز غير طبيعي، يعني يحمل على منه؟ على أمين الصندوق، هو اللي بيدفع قيمة العجز. في هذه الحالة يتم تحميل أمين الصندوق بقيمة العجز بالقيد التالي، اللي هو من حساب أمين الصندوق إلى حساب شنو؟ الصندوق، يعني الصندوق انقص، لكن اللي بيتحمل منه أو بيغطي العجز اللي هو أمين الصندوق. لما أمين الصندوق يسدد المبلغ أو مبلغ العجز، هيتم تكوين القيد التالي اللي هو من حساب الصندوق إلى حساب شنو؟ أمين الصندوق. وإذا تم تسديد المبلغ بخصم أو بخصم من راتبه لأمين الصندوق، يكون القيد التالي، طبعا وهو قيد مركب، من حساب الراتب اللي هو أمين الصندوق إلى مدكورين اللي هو حساب أمين الصندوق، طبعا هنا يقصد بها قيمة العجز، إلى حساب الصندوق اللي هو شنو؟ باقي الراتب. إذا كان صاحب المشروع هو نفسه أمين الصندوق، في هذه الحالة يعتبر العجز شنو؟ يعتبر مسحوبات شخصية. هنا بكون أو يتكون القيد التالي اللي هو من حساب المسحوبات الشخصية إلى حساب الصندوق. إذا كان أمين الصندوق موظفا ولم يكن العجز من ضمن مسؤولياته، مرة تكون هنا العجز يعني طبيعي، في هذه الحالة يعتبر خسارة للمشروع، حيث يتم تحميله على حساب شنو؟ الأرباح والخسائر بقيمة العجز، ولا يدفع أمين الصندوق اللي هو قيمة العجز. هنا بكم أو بيتم تكوين القيود التالية اللي هي بالنسبة لرقم واحد، يتم تسجيل قيد إثبات العجز اللي هو من حساب العجز بالصندوق إلى حساب الصندوق. 2، لما يتم قفله في حساب الأرباح والخسائر اللي هو من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب شنو؟ عجز الصندوق. هنا إذا كانت سياسة المشروع تتبع نظام التأمين ضد خيانة الأمانة، وكان العجز من مسؤولية أمين الصندوق، في هذه الحالة يتم تحميل العجز على شركة التأمين ويسجل كما يلي: 1، إثبات عجز الصندوق من حساب عجز بالصندوق إلى حساب الصندوق، هذا بالنسبة للقيد الأول اللي هو قيد إثبات العجز بالصندوق. بالنسبة للقيد الثاني، تحميل أو العجز لشركة التأمين اللي هو من حساب شركة التأمين إلى حساب العجز بالصندوق، هذا بالنسبة لإثبات فقط، لكن عندما تقوم شركة التأمين بسداد هذا المبلغ وهو مبلغ العجز، يكون القيد التالي من حساب الخزينة أو المصرف إلى حساب شركة التأمين. أما إذا لم يعرف سبب العجز، يتم في هذه الحالة شنو؟ فتح حساب معلق، وهذا الحساب وسيط ومؤقت يلغي عند اكتشافه، ويسجل بالقيد التالي من حساب معلق إلى حساب شنو؟ الصندوق. وإذا لم يتم اكتشاف الخطأ، يتم إقفاله بعد فترة قصيرة من الزمن، لأن الإجراءات المحاسبية لا تسمح بظهور الحساب المعلق ضمن بنود الميزانية العمومية. عندنا مثال في 31/12/2005، أظهرت دفاتر محلات الهدى رصيد حساب الصندوق بمبلغ قديش؟ 1300 دينار. وعند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي للصندوق يبلغ قديش؟ 1250 دينار. المطلوب تسجيل قيود التسويات الجردية وإقفالها في الحالات التالية، اللي هو: 1، أن العجز من مسؤولية أمين الصندوق، علما بأن راتبه الشهر يبلغ 600 دينار يدفع له نقدا،
2 اعتبار العجز طبيعي وخسارة على محلات الهدى. 3 اعتبار العجز شبه طبيعي وتحميل المبلغ مناصفة بين المشروع وأمين الصندوق. عندي بالنسبة للحالة الأولى اللي هو تحميل أمين الصندوق بقيمة العجز، طبعا زي ما قلنا سيتم يعني تكوين القيد التالي اللي هو 50 دينار من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق، باعتبار أن شنو أمين الصندوق تحمل هنا قيمة العجز. في الحالة الثانية أو في رقم ب اللي هو شنو إثبات الخصم، طبعا الأولى عبارة عن تحميل الصندوق بقيمة العجز، لكن الثانية لما بيخصم قيمة العجز من الراتب متاع أمين الصندوق، بيقعد 600 دينار من حساب مرتبات أمين الصندوق إلى مذكورين، 50 دينار من حساب أمين الصندوق بقيمة العجز، و550 دينار هذا يعتبر شنو باقي الراتب اللي هو حساب الصندوق. اللي بعدها اللي هو إثبات العجز في قيمة الصندوق، طبعا هناي 50 دينار من حساب العجز بالصندوق إلى حساب الصندوق، هنا إخفاء قيمة عجز الصندوق في حساب الأرباح والخسائر باعتبار أن خسارة على المشروع. هناي سيتم تكوين قيد اللي هو إخفاء في حساب الأرباح والخسائر اللي هو 50 من حساب أرباح خسائر إلى حساب شنو العجز بالصندوق. رقم 3 إثبات العجز مناصفة بين المشروع وأمين الصندوق من مذكورين، 25 دينار حساب أمين الصندوق، 25 دينار عجز الصندوق، يعني هناي 25 و25 خدها مناصفة بيناتهم، أمين الصندوق تحمل النص وبالنسبة لي المحلات أو أصحاب المحلات تحملوا النص. إذا حساب 25 دينار من حساب أمين الصندوق إلى حساب شنو العجز بالصندوق اللي هو 50 دينار إلى حساب الصندوق. إخفاء عجز الصندوق في حساب الأرباح والخسائر باعتبار خسارة على المشروع، عندي 25 دينار من حساب أرباح وخسائر إلى حساب العجز بالصندوق، باعتبار أن 50 دينار 25 دينار هذه تحملها شنو تحملها المشروع. اللي بعده إثبات تحميل أمين الصندوق بنصيبه في العجز اللي هو لأنه هو تحمل النص، طبعا 600 دينار من حساب المرتبات اللي هو مرتبات أمين الصندوق إلى مذكورين، 25 دينار أمين الصندوق اللي هي القيمة اللي تحملها، و575 اللي هو الخزينة أو باقي الراتب متاع أمين الصندوق. المعالجة المحاسبية للزيادة في الصندوق، في حالة وجود زيادة في الصندوق عن الرصيد الدفتري فيتم معالجتها محاسبيا كما يلي: إذا اعتبرت الزيادة إيراد المشروع، واحد يتم إثبات الزيادة في الصندوق وكون القيد التالي هو من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق. 2 يخفى الحساب الزيادة في حساب أرباح وخسائر في نهاية السنة المالية كما يلي: من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر. إذا لم يعرف سبب زيادة الصندوق يتم فتح حساب معلق بمقدار الزيادة من حساب الصندوق إلى الحساب المعلق. يقفل الحساب المعلق هداي في حساب الأرباح والخسائر اللي هو من حساب المعلق إلى حساب شنو الأرباح والخسائر. في 31/12/2006 أظهرت دفاتر محلات الأمين رصيد حساب الصندوق بمبلغ 1200 دينار، وعند الجرد تبين أن الرصيد الفعلي للصندوق اللي هو قديش 2070 دينار. المطلوب تحميل أو تسجيل قيود التسوية والإقفال إذا اعتبرت الزيادة إيراد لمحلات الأمين، وهنا اختينا إن هو شنو، طبعا هنا بالنسبة لرصيد الصندوق 1200 دينار وعند الجرد
تبين أن الرصيد الفعلي 2270، إذا عندي 70 دينار هنا شنو؟ زيادة، تمثل زيادة في الصندوق. هنا بنتبتها بالقيد التالي اللي هو 70 دينار من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق، وبعد تالي بنقفله في حساب الأرباح والخسائر اللي هو من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر بقيمة 70 دينار اللي هي قيمة الزيادة. هناي رقم 2، في حالة معرفة السبب يتم فتح قلنا الحساب المعلق اللي هو 70 دينار من حساب الصندوق إلى حساب للحساب المعلق، وحتى هو يقفل في حساب الأرباح والخسائر 70 دينار من حساب المعلق إلى حساب الأرباح والخسائر. مثال: بتاريخ 30/6 ظهرت رصيد صندوق دفتر لمحلات الأمانة التجارية بمبلغ 3800 دينار، وعند الجرد الفعلي للصندوق تبين وفقا لمحضر الجرد أن القيمة الموجودة فعلا بمبلغ 4100 دينار. فإذا علمت أن واحد هناك فاتورة مبيعات نقدية بمبلغ 100 دينار لم يتم تسجيلها، 2 هناك فاتورة مصاريف ضيافة صرفت نقدا بمبلغ 200 دينار لم يتم تسجيلها، أن سيادة الشركة في حالة وجود عجز في الصندوق يتحمل المشروع 30 دينار ويتحمل الباقي أمين الصندوق، وقد تم غصم مبلغ العجز بتاريخ 31/7/2009 من راتب أمين الصندوق البالغ 600 دينار وصرف الباقي نقدا. مطلوب إجراء قيود اليومية لتسوية حساب الصندوق. عندي أول حاجة اللي هو قال لك 3800 دينار، وعند الجرد وجد أن المبلغ قديش؟ 4100. إذا هناي من 3100 إلى 4000، من 3800 إلى 4100 عندي تقريبا 300 دينار. هناي اول شيء شو بنديرو؟ بنديرو قلنا هناك فاتورة مبيعات لم يتم تسجيلها، طبعا فاتورة مبيعات هذه حنقيدوها هناي اللي هو من حساب الخزينة الى حساب شنو؟ المبيعات، باعتبار ان في فاتورة مبيعات نقدية لم تتم تسجيلها. هناي سجلناها بالقيد التالي. عندنا هناي 200 دينار مصاريف ضيافة صرفت، اللي هو صرفت من وين؟ من الصندوق. إذن من مصاريف، من حساب مصاريف الضيافة إلى حساب شنو؟ الصندوق بقيمة 200 دينار. طبعا العجز اللي هو 4600، ناقص 4100 اللي هو قديش؟ اللي هو طبعا 4600 هنا نتيجة زيادة 3400 و200 في مصاريف الضيافة 3600، يعني هنا عندي 3800 اللي هو رصيد الصندوق الدفتري محلات الأمانة. هذا في البداية كان 3800، بعدين فيه مبيعات بقيمة 1000 ولا 4800. ولا 4000 طبعا العجز هنا 4600 ناقص 4100 يساوي قديش؟ 500 دينار، من مذكورين 4700 إلى حساب أمين الصندوق. طبعا العجز طبعا هنا قيمة العجز طلعت كلها قديش؟ 500 دينار، بيتحمل الصندوق منها 30 دينار، وباقي بتحمل على أمين الصندوق. أمين الصندوق إذا حيحمل عليه مبلغ 470 دينار من إجمالي قيمة العجز.
وحيخصم الراتبة. إذا القيد التالي بيكون 600 من حساب المرتبات إلى مذكورين 470 القيمة اللي يتحملها أمين الصندوق، و130 دينار اللي هو الباقي من مرتبه. به المثال اللي بعده اللي هو بتاريخ 31/12/2007، كان رصيد الدفتر للصندوق لشركة البركة بمبلغ 1820 دينار، في حين كان الرصيد الفعلي الناتج عن الجرد بمبلغ 1520 دينار. ونتيجة البحث عن الاختلاف بين الرصيد تبين ما يلي: هناك فاتورة مشتريات نقدية بمبلغ 150 دينار لم تثبت في الدفاتر. تبين أن التاجر قام بدفع 100 دينار من حسابه نقدا، إلا أن المحاسب لم يسجل القيد بالدفاتر. رقم 3، تبين أن الشركة قامت بدفع فاتورة تليفون بمبلغ 50 دينار نقدا، لم يقم المحاسب بتسجيلها. فإذا علمت أن سيادة الشركة تتحمل مبلغ 30 دينار في حالة وجود عجز، والباقي يتحمله أمين الصندوق علما أن راتبه الشهري 500 دينار. الحل: أول حاجة عندي نتب 350 دينار اللي هي مشتريات، من حساب مشتريات إلى حساب شنو؟ إلى حساب الصندوق بمبلغ قديش؟ 150 دينار، باعتبار أن فاتورة المشتريات لم تثبت في الدفاتر إحنا أثبتناها. عندي الثانية اللي هو تبين أن التاجر قام بدفع 100 دينار، إذا 100 دينار من حساب الصندوق إلى حساب إلى حساب أحمد، و50 دينار من حساب الهاتف حتى هي لم تسجل إلى حساب شنو؟ إلى حساب الصندوق. عندي هناي الرصيد 1820 دينار، عندي مشتريات 1200، آسف، مشتريات 150، وعندي الهاتف 500 دينار، ورصيد المدين 1720. إذا هناي 1920 دينار. 1720 دينار اللي هو ناقص 1520 اللي هو يعطيني 200 دينار اللي هي تعتبر قيمة العجز. طبعا هنا قال لك هو الجرد الفعلي 1520، ولما درنا تسوية بين الحسابات طلع عندنا الرصيد الأول 1720، إذا في قديش؟ 200 دينار عجز من المذكورين. طبعا هنا حتتحمل الخزينة أو المشروع حيتحمل 30 دينار، والباقي حيحمل على أمين الصندوق. إذا أمين الصندوق هنا من 200 والخزينة تحملت 30، إذا 170 دينار على أمين الصندوق، 170 من حساب أمين الصندوق، 30 دينار حساب العجز في الخزينة في الصندوق، إلى حساب 200 دينار إلى حساب الصندوق، 500 من حساب الراتب إلى المذكورين. طبعا هنا راتبه 500 دينار، منقطع منه 170 دينار، بيقعد 130 دينار إلى حساب الصندوق، 300 من حساب أرباح وخسائر إلى حساب شنو؟ العجز في الصندوق اللي هي 30 دينار اللي يتحملها المشروع. عندي جرد النقدية في البنك، تقدم البنوك كشفا للمشروع عن فترة زمنية معينة توضح فيه حركة حساب المشروع خلال تلك الفترة، وذلك يظهر في هذا الكشف رصيد المشروع في نهاية تلك الفترة، وبالتالي يقوم المشروع من جانبه بجرد حساب البنك بدفتره المشروع ومطابقته مع أرصدة حساب البنك كما تظهر في كشف البنك. لذلك يجب على أمين الصندوق عند الجرد التحقق من مدى صحة العمليات المقيدة في حساب البنك بالدفاتر أو بدفاتر المشروع ومطابقتها مع ما هو مثبت في حساب المشروع بكشف البنك. فإذا تساوى الرصيدين، أي رصيد حساب البنك في الدفاتر المشروع مع رصيد حساب البنك بكشف البنك، فلا يوجد حاجة حينئذ لأي تسوية. أما إذا تساوى الرصيدين فيصبح من الضروري حينئذ إجراء تسوية لكي يكون الرصيدين متساويين. هنا بنوضح عدم أسباب تطابق أو أسباب عدم تطابق الرصيد الدفتري مع رصيد كشف البنك لحساب البنك. سبب ذلك وجود عدد من المعاملات المالية والتي يمكن تلخيصها كما يلي: أولا، وجود مبالغ مسجلة
في كشف حساب البنك الوارد في البنك وغير مسجلة في حساب البنك بدفاتر المشروع، ويحصل هذا بسبب عدم علم المشروع بأي أو بهذا لعدم استلامه إشعار من البنك. يعني مرات البنك ما يستلمش إشعار أو ما يستلمش المشروع إشعار من البنك، فما يقومش بخصم المبلغ وإضافته. لذلك في هذه العملية تحتاج إلى تسوية محاسبية عن طريق قيود محاسبية تتم في دفاتر اليومية. هنا من أمثلة ذلك تسجيل فوائد لصالح المشروع اللي هو من حساب البنك إلى حساب مثلا فوائد مدينة، تسجيل فوائد على حساب المشروع مثلا من حساب فوائد مدينة إلى حساب البنك، تسجيل مصروفات بنكية اللي هي من حساب مصروفات بنكية إلى حساب البنك، كمبيالات مسددة من أوراق دفع إلى حساب البنك، كمبيالات تحصيل لصالح المشروع من حساب البنك إلى حساب أوراق قبض. ثانيا وجود مبالغ مسجلة في حساب البنك بدفاتر المشروع وغير مسجلة بكشف البنك الوارد في البنك، وهذه العملية تحتاج إلى تسوية حسابية وليست تسوية محاسبية، بمعنى أنه لا تحتاج إلى قيود تسوية وإنما يتم تسويتها في مذكرة تسوية حساب المصرف أما بالطرح أو بالإضافة. ومن أمثلة ذلك شيكات صادرة من المشروع ولم تقدم للصرف من البنك، مثال على ذلك الشيكات الصادرة للموردين أو الدائنين ولكن لم يتقدم أصحابها يقولوا لي هذه شنو دفاتر أو شيكات بالطريق أو صكوك بالطريق، شيكات مرسلة للبنك ولم يتم تحصيلها بعد، يعني هي أرسلت للبنك ولم يتم تحصيلها. قد يرسل المشروع كمبيالات أو شيكات واردة إليه ويرسلها البنك ليقوم بتحصيلها نيابة عن المشروع وإيداعها في حسابه الجاري، ولكن البنك لم يحصل حتى نهاية السنة المالية، لذلك لا تظهر في هذه الشيكات والكمبيالات في كشف البنك أو المصرف. ثالثا وجود أخطاء في تسجيل بدفات المشروع. هنا مذكرة تسوية المصرف لتسوية رصيد حساب المصرف في الدفاتر مع كشف المصرف، يجب إعداد مذكرة تسوية من خلال الابتداء برصيد كشف المصرف أو من خلال ابتداء برصيد حساب البنك في المصرف في الدفاتر، وتكون مذكرة تسوية كاملة. طبعا هنا في خانة البيان وفي مبالغ جزئية وفي مبالغ كلية. عندي رصيد حساب البنك حسب رصيد حساب المصرف حسب كشف المصرف، يضاف إليه الشيكات الواردة والتي أودعت بالبنك ولم تحصل بعد، مصاريف وفوائد مدينة احتسبها البنك ولم تسجل بالدفاتر ونطرح منه شيكات صادرة ولم تصرف بعد، وفوائد داينة واحتسبها المصرف ولم تسجل بعد في الدفاتر. بيعطيني رصيد حساب البنك. هناي في حالة الابتداء برصيد البنك بدفاتر المشروع، عندي رصيد حساب البنك حسب دفاتر المشروع، الشيكات صادرة ولم تصرف بعد، فوائد داينة احتسبها المصرف ولم تسجل في الدفاتر، الشيكات الواردة أودعت بالمصرف ولم تحصل بعد، مصاريف وفوائد مدينة احتسبها المصرف ولم تسجل بالدفاتر. هناي بناخذ مذكرة تسوية مصرف أمثلة عليها. مثال في 31/12/2008 كان رصيد حساب البنك بدفاتر محلات خالد بمبلغ 11610 دينار، بينما ظهر رصيد حساب المصرف في كشف المصرف بنفس التاريخ بمبلغ 12050 أو 500 دينار. وعند البحث عن أسباب الاختلاف الرصيد تبين ما يلي: واحد، أصدر خالد شيك رقم 555 لعصام بمبلغ 1200 دينار ولم يقم عصام بتقديمه للبنك. استلم خالد شيك رقم 321 بمبلغ 300 دينار من إبراهيم وقام بإرساله البنك لإضافته لحسابه الجاري، ولكنه لم يرد بكشف البنك. ورد في كشف حساب البنك مصاريف خدمات مصرفية قدرها 15 دينار ولم تثبت في الدفاتر، أضاف المصرف فائدة داينة قدرها 5 دينار لخالد ولم تثبت بالدفاتر.
المطلوب إعداد مذكرة تسوية المصرف، إجراء قيود التسوية الجردية والإقفال، تصوير حساب البنك لمعرفة الرصيد الحقيقي في 31/12/2008، بيان أثر التسويات الجردية على حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية. عندي رقم 1، مذكرة تسوية المصرف لمحلات خالد في 31/12 ابتداء برصيد حسب كشف المصرف. عندي رصيد كشف المصرف اللي هو زي ما قلنا 12500، يضاف إليه 300 دينار. هذه الشيكات الواردة التي أودعت بالبنك ولم تحصل بعد، يعني في شيكات هناي أودعت للبنك ولم تحصل مبالغ بقيمة 300 دينار. عندي مصرف خدمات مصرفية اللي هو بقيمة 15 دينار، حتى هي هذا مجموعها قديش؟ 315 دينار. لما بنقصوهم من 12500 بيقعدوا 12815 دينار. نطرح منهم شيكات صادرة ولم تصرف بعد، يعني عندي شيكات صادرة هناي وقاعدة مصرفتش اللي هو بمبلغ 12000 دينار، وعندي فوائد مدينة لم يتم احتسابها بقيمة 5 دينار. إذا مجموعها بيقعد 12205 دينار. لما نطرحوها من 12815 حيقعد عندي 11610. عندي بالنسبة للرصيد مذكرة تسوية المحلات خالد في حالة الرصيد الدفتري اللي هو رصيد حساب البنك حسب الدفاتر، عندي 11610، بنضيفوا له شيكات صادرة ولم تصرف بعد، شيكات صادرة ولم تصرف بعد اللي هو بقيمة 1200 دينار، وفوائد دائنة احتسبها البنك ولم تسجل، فهنا بنسجلوها اللي هو 5 دينار. إذا مجموعها 12005 دينار. بالنسبة للطرح نطرح من الشيكات الواردة، في شيكات جتني والتي أودعت في البنك ولم تحصل بعد، اللي هي 300 دينار، ومصاريف خدمات مصرفية بقيمة 15 دينار، إذا 315. إذا القيمة الكاملة اللي هو رصيد حسب البنك اللي هو 12500 دينار. قيود التسوية الجردية، يتم تسجيل قيود اليوميات اليومية لعمليات مالية الواردة بكشف بنك وغير مسجل بالدفاتر يوميا اللي هو 1، إثبات تسجيل مصاريف خدمات مصرفية، القيد بيكون 15 دينار من حساب مصاريف خدمات إلى حساب المصرف، إثبات الفوائد الداينة اللي هو من حساب البنك أو المصرف إلى حساب الفوائد الداينة بقيمة 5 دينار، إقفال مصاريف خدمات المصرفية في حساب الأرباح والخسائر 15 دينار من حساب أرباح وخسائر إلى حساب شنو؟ مصاريف الخدمات المصرفية. وبنقفلوا أيضا الفوائد الدانية في الدائنة في حساب أرباح وخسائر، إذا من حساب أرباح وخسائر إلى حساب من حساب الفوائد الدائنة حساب أرباح وخسائر بقيمة 5 دينار. في بالنسبة لتصوير الحسابات، تصوير حساب البنك في دفاتر محلات خالد اللي هو حساب البنك فيه رصيد سابق 11610 وفيه فوائد دائنة في الجانب المدين اللي هو بقيمة 5 دينار، من حساب خدمات مصرفية 15 دينار، وعندي رصيد 11600، إذا المجموع 11615 دينار مدين ودائن. أثر التسويات الجردية على حساب أرباح وخسائر الميزانية العمومية، عندي 15 دينار مصاريف خدمات مصرفية و5 دينار فوائد دائنة، وصول عندي بالنسبة للبنك اللي هو 11600، هذه حساب البنك في الميزانية العمومية في قائمة الوصول المتداولة. مثال آخر، في 31/7 أظهر الكشف الوارد في بنك أو في المصرف المحلات عصام رصيد قدره 3732 دينار، وكان رصيد البنك في دفاتر محلات عصام بنفس التاريخ مبلغ 4185. وعند البحث عن أسباب الاختلاف في الرصيدين تبين مايلي أن هناك إيداعات نقدية منها 1447 دينار للبنك في 30/7 لم تظهر في كشف البنك. هناك ورقة قبض محصلة
الأمر محلات عصام قيمتها الاسمية 382، وهناك مصاريف تحصيل قدرها 8 دينار، ولكن إشعار الإضافة والخصم بشأن هذه العملية لم استعمله بعد محلات عصام، فلم تسجل عملية تحصيل كمبيالة ومصاريف تحصيلها بدفاتر المحلات، بينما ظهرت بكشف البنك. هناك شيك صادر رقم 400 أو 344 قيمته 1235 دينار، صالح لأمر صالح لم يقدم للبنك حتى تاريخه، لذلك لم يظهر بكشف المصرف. يوجد شيك وارد قيمته رقم 311 بمبلغ 367 من العميل أحمد، تم إيداعه للبنك للتحصيل فتم رفضه، لكن إشعار البنك برفض الشيك لم يصل بعد. هناك فوائد مدينة قدرها 230 دينار أعلى محلات عصام، ظهرت بكشف البنك ولم تسجل بالدفاتر محلات عصام لتأخير وصول إشعار بذلك. يوجد شيك رقم 718 تم استلامه من مدينة سلامة بمبلغ 361 دينار، سجل بالخطأ بمبلغ 316 دينار، في حين ظهر الشيك بقيمته الحقيقية بكشف البنك. هناك شيك رقم 614 الصادر في محلات عصام المورد هاني بمبلغ 281، سجل خطأ في دفاتر محلات عصام بمبلغ 218، في حين ظهر الشيك بقيمته الحقيقية بكشف البنك. المطلوب إعداد مذكرة تسوية المصرف، إعداد قيود التسوية اللازمة، وتصوير حسابات الأستاذ. عندي الحل. أول حاجة نبدو بالرصيد الدفتري اللي هو 400 و 4185، يضاف إليه ورقة قبض محصلة اللي هو طبعا هذه ورقة قبض حتضاف لرصيد طبعا هي حصلت من قبل البنك ولكن لم تسجل بالدفاتر، ولما احنا سجلناها علمنا بها وجانا اشعار بها سجلناها بقيمة 3382 دينار. تسوية الخطأ بقيد سلامة اللي هو بناخده قيمة الفرق، قيمة الفرق هناي اللي هو بين 361 و 316، قيمة الفرق اللي هو بتكون قديش 45 دينار، هذا لتسوية الخطأ حتضاف إلى رصيد الدفتري. بنخصمه منه اللي هو قديش مصاريف مصرفية أو مصاريف تحصيل اللي هو 8 دينار، شيك مرفوض حتى هو مفروض يرجع اللي هو 367، عندي فوائد مدينة 230، وعندي تسوية خطأ بالشيك اللي هو 63 دينار. الرصيد الدفتر المعدل حيكون قديش 3944. نجو هنا لرصيد البنك أو رصيد المصرف اللي هو الرصيد المبدئي اللي هو 3732، بنضيفه لإيداعات نقدية لم تظهر بكشف البنك اللي هو 1447، ونطرحه منه قديش شيكات صادرة ولم تصرف اللي هو بقيمة 1235، حيعطيني الناتج اللي هو مطابق 3944. بالنسبة لقيود التسوية اللي هو قيود التسوية طبعا عندي أول حاجة أوراق قبض اللي هو 3382 من حساب البنك، تحصيل أوراق قبض 382 إلى حساب أوراق قبض برسم التحصيل. عندي مصاريف دفعها البنك أو دفعتها الشركة من حساب 8 من حساب مصاريف التحصيل إلى حساب البنك، 367 من حساب مدين أحمد إلى البنك، وعندي 232 فوائد مدينة إلى حساب البنك، عندي 45 من حساب البنك إلى حساب المدينين، و 360 حتى هي من حساب المورد هاني إلى حساب البنك. بالنسبة لتصوير حساب الأستاذ اللي هو حساب البنك طبعا فيه رصيد 4185 من فيه في الجانب المدين، في أوراق قبض اللي هو 382، وفي المدينين اللي هو سلامة بقيمة 45. عندي بالنسبة للجانب الدائن 8 دينار مصاريف تحصيل، و 367 من حساب مدينين، وعندي 230 فوائد مدينة، و 63 موردين، حيطلع يساوي اللي هو 4612 دينار. طبعا هذه كانت محاضرتنا
اللي هو عبارة بالنسبة لجرد النقدية وجرد المصرف. إن شاء الله تكون استفدتوا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيمة العجز هناي طبعا هو الفرق بين 1720 و1520 اللي هو الفرق 200 دينار. طبعا هناي اللي هو كانت سياسة الشركة انها بتتحمل 30 دينار والباقي يحمل على امين الصندوق. قيمة العجز هناي كانت 200 دينار، اذا الشركة بتتحمل 30 والامين الصندوق بيتحمل 170 دينار. بيقوموا بالقيد الثاني لإثبات العجز اللي هو من المذكورين، اللي هو حساب أمين الصندوق اللي هو 170 دينار، و30 دينار حساب العجز في الصندوق اللي هو لتحملات الشركة إلى حساب الصندوق اللي هو 200 دينار. هناي طبعا الراتب متاع الموظف كان 50 دينار، اللي 500 دينار من حساب الراتب إلى مذكورين اللي هو 170 دينار أمين الصندوق اللي دفعهن من راتبه، و 330 دينار حساب الصندوق اللي هن الباقي من الراتب. نقف له هناي اللي هو العجز في الصندوق إلى حساب في حساب الأرباح والخسائر، بنديره من حساب أرباح وخسائر إلى حساب العجز في الصندوق بقيمة 30 دينار اللي دفعتها الشركة. عندي الفقرة العنوان الثاني اللي هو خدينا العنوان الأول اللي هو العجز أو للأسف جرد النقدية في الخزينة، هناي بناخده جرد النقدية في البنك أو في المصرف. تقدم البنوك كشفا للمشروع عن فترة زمنية توضح فيه حركة حساب المشروع خلال تلك الفترة، وذلك يظهر في هذا الكشف رصيد المشروع في نهاية تلك الفترة، وبالتالي يقوم المشروع من جانبه بجرد حساب البنك بدفتر المشروع ومطابقته مع أرصدة حساب البنك كما تظهر في كشف البنك لدى. لذلك يجب على أمين الصندوق عند الجرد تحقق مدى صحة العمليات المقيدة في حساب البنك بدفاتر المشروع ومطابقتها مع ما هو مثبت في حساب المشروع بكشف البنك. طبعا هنا بتتم عملية المطابقة بين البنك وبين المشروع، حساب المشروع في البنك وحساب البنك في المشروع. فإذا تساوى رصيدين، أي رصيد حساب البنك في دفاتر المشروع مع رصيد حساب البنك بكشف البنك، فلا توجد حاجة لأي تسوية. أما إذا لم يتساوى رصيدين فيصبح من الضروري حينئذ إجراء التسوية لكي يصبح الرصيدين متساويين. أسباب عدم تطابق الرصيد الدفتري مع رصيد كشف البنك، كشف البنك لحساب البنك. سبب ذلك وجود العديد من المعاملات المالية التي يمكن تلخيصها كما يلي: أولا، وجود مبالغ مسجلة في كشف حساب البنك الوارد من البنك وغير مسجلة في حساب البنك بدفتر المشروع. طبعا هنا احنا بنقوموا بإعداد مذكرة يسموا فيها مذكرة تسوية المصرف. طبعا مذكرة تسوية المصرف دي ضرورية ومهمة لباش نطابقوا بين المصرف وبين الشركة، حسابات المصرف وحساب الشركة لدى المصرف. طبعا هناي العمليات تحتاج لتسوية اللي هو وترحيل حساب الأستاذ. هناي عندي أول حاجة تسجيل فوائد على حساب المشروع لصالح البنك ويتم تسجيلها كمالي اللي هي من حساب الفوائد المدينة إلى حساب البنك. ثلاثة أو آسف اثنين، تسجيل فوائد على حساب المشروع لصالح البنك اللي هو من حساب الفوائد المدينة إلى حساب البنك. تسجيل مصروفات بنكية لصالح البنك وتسجيلها وتسجيل كما يلي اللي هو من حساب مصروفات بنكية إلى حساب البنك. كمبيالات مسددة نيابة عن المشروع، البنك قام بسداد الكمبيالة لأحد الموردين فقام بخصمها من حساب الجاري للمشروع وتسجل كالتالي اللي هو من حساب أوراق دفع إلى حساب البنك. خمسة، كمبيالات تحصل أو تحصل لصالح المشروع وتسجل كما يلي اللي هو من حساب البنك إلى حساب أوراق القبض. هذه بالنسبة لي وجود مبالغ مسجلة في كشف حساب البنك، في كشف حساب البنك الوارد من البنك وغير مسجلة في دفاتر المشروع. يعني هذه عمليات قام بها المصرف أو قام بها البنك، لكن هي أصلا
غير موجودة في دفاتر المشروع، زي تحصيل كمبيالات لصالح المشروع، زي كمبيالات مسدد ينابع مشروع، زي مصروفات مصرفية، زي فوائد. هذه كلها حركات أو عمليات مالية قام بها المشروع لصالح البنك، ولكن قام بها البنك لصالح المشروع، ولكن لا وجود أو لا علم لها بقبل المشروع، فيقوم البنك بتسويتها مع المشروع في نهاية المدة. ثانيا، وجود مبالغ مسجلة في حساب دفاتر البنك بدفاتر المشروع وغير مسجلة بكشف البنك الوارد من البنك، وهذه العمليات تحتاج إلى تسوية حسابية وليس تسوية محاسبية، بمعنى أنها لا تحتاج إلى قيود تسوية، وإنما يتم تبويضها في مذكرة تسوية حساب البنك، أما بالطرح أو بالإضافة. عندي 1 شيكات صادرة من المشروع ولم تقدم للمصرف من البنك. مثال على ذلك شيكات صادرة لأمر الموردين أو الدائنين في نهاية الفترة المالية، حيث سجلت في دفاتر المشروع ولكنها لم يتقدم أصحابها للصرف في البنك، حيث تاريخ أعداد كشف حساب البنكي الذي يعده البنك. رقم 2 اللي هو شيكات مرسلة للبنك ولم يتم تحصيلها بعد. مثال على ذلك اللي هو قد يرسل المشروع كمبيلات أو شيكات واردة إليه ويرسلها إلى البنك يقوم بتحصيلها نيابة عن المشروع وإيداعها في حسابه الجاري، ولكن البنك لم يحصلها حتى نهاية السنة المالية، لذلك لا تظهر هذه الشيكات أو الكمبيالات بكشف حساب البنك بينما تكون مسجلة في دفاتر المشروع. عندي النقطة اللي بعدها اللي هي ثالثا، وجود أخطاء في التسجيل بدفاتر المشروع أو بكشف البنك، وهي أخطاء محاسبية يتم تصحيحها فورا أو فور اكتشافها، وبالتالي يتم معالجتها فيتوازن الرصيد أو توازن الرصيدان. مذكرة التسوية لتسوية رصيد حساب البنك في الدفاتر مع كشف البنك يجب إعداد اللي هو زي ما قلنا مذكرة تسوية المصرف من خلال الابتداء برصيد كشف البنك أو من خلال الابتداء برصيد حساب البنك في الدفاتر، وتكون مذكرة التسوية كما يلي اللي هو مذكرة التسوية كما في 31.12 في حال ابتداء برصيد حساب البنك حسب كشف البنك. عندي المذكرة هنا زي ما هي موضحة اللي هو فيها المبالغ الكلية والمبالغ الجزئية والبيان. عندي فيها أول حاجة اللي هو رصيد حساب البنك حسب كشف أو رصيد حساب البنك حسب كشف البنك. شوفي هنا يضاف إليه الشيكات الواردة والتي أودعت بالبنك ولم تحصل بعد. عندي مصاريف اللي هو واردة بالبنك ولم تسجل أو حصلها البنك لصالحة ولم تسجل بالدفاتر. هنا عندي المجموع طبعا بيسجل في المبالغ الكلية، مجموع 2. عندي بعدين تطرح منا الشيكات الصادرة ولم تصرف بعد، وبعد تالي نطرح منا اللي هو فوائد دائنة واحتساب البنك واحتسابها البنك ولم تسجل بعد في الدفاتر. طبعا هنا ناخدوا البندين الأولين بنجمعوهم، وبعد تالي بناخدوا الزوز بنود اللي هي خاشة في عملية الطرح اللي هو الشيكات الصادرة وفوائد دائنة، حتى هما بنجمعوهم وبيطلع مجموعهم في كلي. بعد تالي بناخدوا رصيد حساب البنك، بناخدوه بنجمعوه مع اللي هي يضاف إليه اللي هن البندين مجموعهن اللي هو موجود في المبالغ الكلية، وبعد تالي بنطرحوه من اللي هو خانة يطرح منه اللي هو البندين الموجود في خانة المبالغ الكلية اللي هو بين قوسين، بيطلع لي شنو رصيد حساب البنك حسب دفاتر المشروع. بعد تالي بنجول مذكر تسوية في حالة ابتداء برصيد دفاتر المشروع. عندنا حتى نفس الشيء، عندنا البيان فيه المبالغ الكلية والجزئية، في المبالغ الكلية اللي هو في البيان فيه رصيد حسب رصيد حساب البنك حسب دفاتر المشروع، يضاف إليه الشيكات الصادرة ولم تصرف بعد. عندي الفوائد الدائنة احتسبها البنك ولم تسجل في الدفاتر، يطرح منه الشيكات الواردة أودعت بالبنك ولم تحصل بعد اللي هو يقول لها صكوك بالطريق
وعندي مصاريف وفوائد مدينة احتسبها البنك ولم تسجل بالدفاتر. بالنسبة للشيكات الصادرة ولم تسجل ولم تصرف بعد يسموا فيها الصكوك بالطريق، وهذه يسموا فيها الشيكات الواردة وأودعت بالبنك اللي هي الشيكات المودعة. حتى هو نفس الشيء بناخده اللي هو البيان بالنسبة لي يضاف إليه اللي هو الشيكات الصادر والفوائد الدائنة، بنجمعها اثنين وبنحط المبلغ في المبالغ الكلية حاصل جمعهم. بعد تالي بناخده اللي هي اللي جت في خانة يطرح اللي هو البنديد اللي هو الشيكات الواردة والمصروف والفوائد، اللي هو بنحطهم في خانة بنجمعهم بنحطهم في المبالغ الكلية. وبعد تالي بناخد رصيد كشف حساب البنك بنجمعه نضيفه إليه اللي هو في المبالغ الكلية اللي هو يضاف إليه، وبعد تالي بنقصه منه اللي هو يطرح منه بيطلع لي هنا الرصيد النهائي. مفروض الرصيد اللي هو حساب البنك حسب دفاتر المشروع يساوي أو يطابق رصيد حساب البنك حسب كشف البنك. في يوم مثال طبعا هنا في يوم 31/12/2008 كان رصيد حساب البنك بدفاتر محلات خالد بمبلغ 13610 دينار، بينما ظهر رصيد حساب البنك في كشف البنك وبنفس التاريخ بمبلغ 12500 دينار. وعند البحث عن أسباب اختلاف الرصيد تبين ما يلي: أصدر خالد شيك رقم 555 للأمر اللي هو بمبلغ 2200 دينار، ولم يقم عصام بتقديمه للبنك. استلم خالد شيك رقم 321 بمبلغ 300 دينار من المدين إبراهيم وقام بإرساله للبنك لإضافته للحساب الجاري، ولكنه لم يرد بكشف البنك. ورد في كشف حساب البنك مصاريف خدمات مصرفية قدرها 15 دينار لم تثبت بالدفاتر. 4. أضاف البنك فائدة دائنة قدرها 5 دينار لمحلات خالد ولم تثبت بالدفاتر. المطلوب إعداد مذكرة التسوية، إجراء قيود التسوية الجردية والأقفال اللازمة، تصوير حساب البنك لمعرفة رصيده الحقيقي في يوم 31/12/2008، بيان أثر التسوية الجردية على حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية. عندنا مذكرة التسوية لمحلات خالد في يوم 31/12/2008 ابتداء برصيد حساب كشف البنك. هنا عندنا البيان اللي هو رصيد حساب البنك حسب كشف البنك اللي هو بمبلغ 12500 دينار كما هو موضح وين في المثال اللي هو قالك ظهر رصيد حساب البنك اللي هو ب 12500 دينار. بعد تالي بنضيفوا له الحاجات اللي مفروض تنضاف وما انضفتش. يعني عندي مثلا زي الشيكات الواردة التي أودعت بالبنك ولم تحصل بعد، عندي اللي هي 300 دينار، هذه شيكات واردة. يعني في النقطة رقم 2 قالك استلم خالد شيك بقيمة 300 دينار وقام بإرساله للبنك ولكنه لم يرد بكش البنك، يعني هو موصلش البنك. فلما يوصل للبنك مفروض احنا شو نديرو له؟ نضيفوه. لما يوصل للبنك الشيك نضيفوه، يعني نحطوه هنا في خانة يضاف. عندي الحاجة الثانية اللي هي مصاريف خدمات مصرفية اللي هي بقيمة 15 دينار، هنا وردت مصاريف خدمات مصرفية قيمة 15 دينار ولكنها لم تثبت بالدفاتر، ما تثبتهاش بالدفاتر المصاريف هذي. فقام لكن لما هنا شو بنديروا لها؟ بنضيفوها لحساب شنو؟ بنضيفوها لحساب البنك. عندي نجمعوا 300 مع 15 تولي 315 دينار. بعد تالي بنجوا لي خانة يطرح شنن الحاجات اللي المفروض احنا نطرحوهن. عندي الشركات صادرة ولم تصرف بعد، يعني هناي زي المبلغ اللي هو 1200 دينار قال لك هناي
أصدر خالد شيك لأمر عصام بمبلغ 1200 دينار، ولم يقم عصام بتقديمه للبنك. فلما عصام بيقدم الشيك هداي للبنك، مفروض شنو هناي يصير طرح، يعني بينطرح الشيك هداي. ليش؟ لأنه بينخصم من حساب المصرف، بيخصم قيمته من حساب المصرف، مفروض أن يحطه شنو في خانة يطرح. عندي حاجة تانية، فوائد دائنة، فوائد دائنة بقيمة 5 دينار لمحلات خالد ولم تثبت بالدفاتر. هاتي هي شنو نقوموا بخصمها، يعني لما بيجي بيسحبوا قيمتها فبينقص من حساب البنك، فاحنا شنو بنخصم قيمتها اللي هي بقيمة 5 دينار. هناي اللي هو بنجمعه اللي هو 1200 زائد الخمسة بتولي 1205 دينار. هناي بنجمعه طبعا زي ما ذكرنا في الشرح اللي فات، اللي هو رصيد حساب البنك بالكامل، وبعد تالي بنجمعه بنزيده معاه 315 دينار، بيولي 1200 أو 12815 دينار. بعد تالي بنطرح منها قديش؟ بنطرح منها 1205 دينار، بنطرح منها 1205 دينار، بتولي 11610 دينار، اللي هو رصيد حساب البنك حسب دفاتر محلات خالد. هنا نجو اللي بعدها اللي هي مذكرة تفصيل محلات خالد في 31/12/2008 بالرصيد الدفتري. عندي اللي هو رصيد حساب البنك زي ما وضح في المثال حسب دفاتر المشروع اللي هو 11610، بنضيف لهن اللي هو الشيكات الصادرة ولم تصرف بعد اللي هو 1200 دينار، وبنخصم منهم شنو وبنزيدوهن الفوائد الدائنة احتسبها البنك ولم تسجل بعد اللي هي 5 دينار. لو تلاحظوا ان المرة الاولى الفوائد هذه سجلناها شنو في خانة يطرح. ليش؟ لان غادي في حسابات البنك، لكن هنا في حساب المشروع او في دفاتر رصيد حساب البنك حسب دفاتر المشروع، فبتسجل وين؟ يعني زي ما نقولوا اللي سجلت بالناقص بتسجل بالزائد، وسجل بالزائد بتسجل، يعني العملية معكوسة. هنا فوائد دائنة اللي هي 5 دينار، إذا مجموعها اللي هو 12005 دينار. بنطرح منها اللي هو 300 دينار اللي هي الشيكات الواردة ولم تحصل بعد، ومصاريف الخدمات المصرفية اللي هي 15 دينار. هنا بيقعد المجموع كالتالي اللي هو 11610، بنزيدوه 1205 دينار، وبنطرح منه اللي هو 315 دينار، يولي 12500 دينار. هذا رصيد حساب البنك حسب كشف البنك. به عندي اللي هو قيود التسوية الجردية. عندي هنا يتم تسجيل قيود اليومية للعمليات المالية الواردة بكشف البنك وغير مسجلة بدفتر يومية محلات خالد، اللي هو إثبات تسجيل مصاريف الخدمات المصرفية. طبعا القيد متاعها معروف اللي هو من حساب مصاريف خدمات مصرفية إلى حساب البنك. هنا إثبات الفوائد الدائنة بقيمة 5 دينار اللي هو من حساب البنك إلى حساب الفائدة الدائنة، وإقفال مصاريف الخدمات المصرفية في حساب الأرباح والخسائر اللي هو من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصاريف خدمات مصرفية. طبعا الإقفال هنا بيكون عكس طبيعة الحساب في حساب الأرباح والخسائر باعتبارها مصروفات، والفوائد الدائنة اللي هي نفس الشيء. طبعا الفوائد الدائنة اللي هي شنو طبيعتها؟ دائنة، لكن هنا لما بتقفل بتقعد في الجانب المدين من حساب الفوائد الدائنة إلى حساب أرباح وخسائر بقيمة 5 دينار. تصوير حساب البنك في دفاتر أستاذ محلات خالد. هنا عندي 11610 دينار هو رصيد سابق موجود. هنا الفوائد الدائنة اللي هو بقيمة 5 دينار. عندي هنا رصيد أو عندي الخدمات المصرفية اللي هي في الجانب الدائن اللي هو بقيمة 15 دينار. الفرق بين الأرصدة اللي هو 11600 دينار. أثر التسوية الجردية على حساب الأرباح والخسائر فيه 15 دينار إلى حساب مصروفات الخدمية، و5 دينار حساب الفوائد الدائنة.
هنا الميزانية العمومية طبعا حساب رصيد البنك بيقعد قديش 11600 دينار، اللي هو الرصيد الجديد. عندي مثال تاني اللي هو في 31/7/2009 أظهر الكشف الوارد من البنك لمحلات عصام رصيدا قدره 3732 دينار، وكان رصيد البنك في دفاتر محلات عصام بنفس التاريخ بمبلغ 4185 دينار. وعند البحث عن أسباب اختلاف الرصيدين تبين ما يلي: عندي واحد أن هناك إيداعات نقدية منها 1447 دينار للبنك في 30/7 ولم تظهر في كشف البنك. عندي هنا ورقة قبض اللي هو محصلة لصالح محلات عصام قيمته الإسمية 382 دينار، وهناك مصاريف تحصيل قدرها 8 دينار، ولكن إشعار الإضافة والخصم بشأن هذه العملية لم تستلمه محلات عصام. هنا عندي هناك شيك صادر رقم 344 قيمته 1235 لأمر المورد صالح لم يقدم البنك حتى تاريخه، لذلك لم يظهر بكشف البنك. هنا عندي شيك وارد بقيمة 311 بمبلغ 367 دينار من العميل أحمد، تم إيداعه بالبنك لتحصيل فتم رفضه، لكن إشعار البنك برفض الشيك لم يصل لمحلات عصام بعد. هناك فوائد مدينة قدرها 230 دينار على محلات عصام ظهرت بكشف البنك ولم تسجل بدفاتر محلات عصام لتأخر وصول إشعار بذلك. 6. يوجد شيك رقم 718 تم استلامه من مدينة سلامة بمبلغ 361 دينار، سجل خطأ بمبلغ 316. أنا في فرق في تسجيل 361 و316، في خطأ صار في التسجيل، في حين ظهر الشيك بقيمته الحقيقية بكشف البنك. هناك شيك رقم 644 والصادر من محلات عصام للمورد هاني بمبلغ 281 دينار، سجل خطأ في دفاتر محلات عصام بمبلغ 218، في حين ظهر الشيك بقيمته الحقيقية في كشف البنك المطلوب. 1. إعداد مذكرة التسوية لحساب البنك. 2. إعداد قيود التسوية اللازمة للتعديل رصيد حساب البنك. 3. تصوير حساب البنك بدفتر أستاذ محلات عصام وإظهار الرصيد المعدل بتاريخ 31/7. الحل عندي إعداد مذكرة التسوية لمحلات عصام في 31/7/2007 في حالة الابتداء بالرصيد الدفتري. هنا بنبدأ بالرصيد الدفتري اللي هو طبعا قيمة الرصيد الدفتري اللي هي 4185 دينار كما هي موضحة في المثال، بنضيف لها اللي هو الحاجات اللي محصلة لصالح محلات عصام ولكن لم يتم إثباتها. فلما يتم إثباتها احنا شنو بيسجلوها هناي باش نساوي بها الحساب. عندي ورقة قبض محصلة وغير مسجلة، يعني هناي المصرف قام أو البنك قام بتحصيل ورقة قبض لصالح محلات عصام، لكن محلات عصام ما عندهمش علم بالورقة المحصلة هذه. فلما كان عندهم علم مفروض شديرو يحطها في خانة يضاف، يحطها في خانة يضاف لأنها بتضيف مبلغ لمحلات عصام. عندي تسوية خطأ بقيمة الشيك الوارد من محلات سلامة، يعني هنا الشيك الوارد اللي هو بقيمة 361 دينار وسجل خطأ بقيمة 316، هو 361 لكن سجلوه ب 316. مفروض باش نعدل الحسبة هنا ونعدل الحساب بنضيف شنو؟ بنضيف قيمة الفرق، بنحطها في خانة شنو؟ بنحطها في خانة يضاف. ليش؟ لأنه هو سجل بقيمة أقل من القيمة اللي مفروض يسجل بها، يعني هو مفروض يسجل ب 361 وسجلوها ب 316. المفروض أني نضيف قيمة الفرق هنا باش يساوالي الحساب. قيمة الفرق هنا طلعت قديش؟ طلعت اللي هو 300 طبعا، هاي الفرق اللي هو 45 دينار. فشنو بنسوي بها الشيك؟ يعني بنحطها في خانة يضاف باش يسوالي الحساب.
به عندي هناي بنجمع المجموع هناي اللي هو 382 زائد 45 دينار، اللي هو بيطلع لي رقم بعد ما نزيدوه على الأربعة آلاف ومية وخمسة وثمانين بيطلع إجمالي المبلغ اللي هو 4601 أو 4612. بهنا عندي في خانة يخصم، شنن الحاجات المفروض نخصموهن من محلات عصام، القيم المفروض نخصموهم. عندي مصاريف تحصيل غير مسجلة بالدفاتر اللي هي قيمتها قديش؟ 8 دينار. هناي في رسوم تحصيل أو مصاريف تحصيل قام البنك يعني باحتسابها، ولكنها لم أو الشركة لم تعلم بها، أو محلات عصام لم تعلم بها. فلما تعلم بها أو لما جه العلم مفروض شنو تخصمها، اللي هو بقيمة 8 دينار. عندي هنا الشيك مرفوض وغير مسجل بالدفاتر ورقمه 311 اللي هو قيمته قديش؟ 367. ال 367 هذا شيء قدمته او قدموه للايداع يعني في محلات عصام، لكنه رفض. سبب الرفض مش معروف، لكنه رفض للايداع. فلما ولكن شنو محلات عصام ما كانش عندها علم، فلما المفروض تعلم توا او لما جاها العلم المفروض شدي له تخصم الشيك هداي، باعتبار ان هي سجلاتها في دفاترها وارسلاتها على اساس انه نضاف، لكن لما هو ما نضافش فمفروض شنو دي له تخصمه. به عندي هنا فوائد داينه غير مسجله بالدفاتر. طبعا في فوائد هنا اللي هو في رقم 5 هنا قال لك فوائد فوائد اسف مدينه قدرها 300 و230 دينار على محلات عصام ظهرت بكشف البنك ولم تسجل بالدفاتر لتأخر وصول الإشعار. فلما وصل الإشعار بالفوائد هذه المفروض شنو نديروا لها عملية خصم في محلات أو في دفاتر محلات عصام. به عناي عندي اللي هو تسوية الخطأ بقيمة الشيك الصادر. في قيمة شيك صادر طبعا اللي هو بقيمة 63 دينار أو قيمة الفرق فيه كانت 63 دينار، فلما نبو نسووه ضروري شنو نقصوا له أو نقصوه نخصموه من محلات أو من دفاتر محلات عصام. نجمعوا في الأخير المبالغ خدي اللي هي 8367 230 و63، حيطلع أجملها قديش؟ 600 و 668. بنخصمها من المبلغ اللي فوق اللي هو 4612، حتطلع لي قيمة الرصيد الدفتري المعدل اللي هو 3944. مذكر تسوية محلات عصام في 31/7/2007. طبعا هنا رصيد اللي هو البنك حسب كشف البنك، هنا في رصيد حسب البنك أو حسب كشف البنك اللي هو 7732، هذه موجودة في المثال. عندنا هنا بنضيفوا لها مبلغ 1447 اللي هو إيداعات نقدية ولم تظهر بكشف البنك، يعني في إيداعات هنا نقدية لكن في كشف البنك ما ظهرتش، فلما تظهر في كشف البنك المفروض البنك شنو يضيفها للحساب. به عندي هناي طبعا في خانة يطرح اللي هو شيكات صادرة ولم تصرف رقمها 344، هذه شيك صادر ولم يصرف بعد، يعني بعد ما يصرف الشيك هداي المفروض شنو يقوم البنك بخصمه فيتوضع قيمته في خانة شنو؟ في خانة يضاف اللي هو بقيمة 1235 دينار اللي هو في خانة يطرح. هناي شو بنديرو توا؟ بناخدو اللي هو رصيد حساب البنك 3732، بنزيدو لها 1447 اللي هو إيداعات نقدية، وبنقصو منها اللي هو قديش؟ 1235 دينار شيكات صادرة ولم تصرف بعد. به المجموع هناي اللي هو 3944. طبعا المجموع هناي اللي هو مطابق للمجموع الأول اللي هو بقيمة 3944 حتى هو اللي هو كشف اللي هو حساب المحلات متاع عصام.
فهنا تعتبر يعني للتأكد من الحل يجب أن المبلغ أو المفروض أن المبلغ اللي يظهر عندك في الكشف الأول هو نفسه أو مطابق للمبلغ اللي يظهر عندك في الكشف الثاني، لأن هنا في عملية تسوية صارت فيما بينهم. قيود التسوية اللي هي عندي 3200 أو 382 من حساب البنك إلى حساب أوراق قبض اللي هو في يوم 31/7، عندي 8 دينار اللي هي مصاريف تحصيل إلى حساب البنك يوم في بقيمة 8 دينار، ومن حساب المدين أحمد إلى حساب البنك بقيمة 367، عندي هنا 230 من حساب الفوائد الدائنة إلى حساب البنك في يوم 31/7، وعندي 45 من حساب البنك إلى حساب المدين سلامة، وإلى من حساب المورد هاني إلى حساب البنك بقيمة 63 دينار. شكرا على حسن استماعكم وإصغائكم، ونتمنى لكم التوفيق. طبعا لأي استفسار ولأي يعني أسئلة يمكنكم التواصل عن طريق الإيميل أو عن طريق المنصة الإلكترونية للإجابة عن استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.